وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت منذ قبل بداية الشهر الكريم، أعلنت حالة الطوارئ، أعلنت كل الشركات خصصت ما يسمى بغرف عمليات، خصصت فنيين للتعامل مع الأعطال بسرعة، خصصت أيضا وحدات التوليد المتنقلة اللي بنسميها وحدات الديزل علشان تغطي سواء احتفالات كبرى سواء أحمال مهمة شيء من هذا القبيل. أيضا كان هناك حرص على ألا تنقطع الكهرباء عن المساجد الكبرى، تنسيق تم مع وزارة الأوقاف لضرورة الترشيد في استخدامات أجهزة التكييف في دور العبادة. أنت عارف أجهزة التكييف في دور العبادة كما وكيفا ويعني أحجام كبيرة وأعداد كبيرة الحقيقة، بتشكل عبء على الشبكة. إحنا بنقول استخدموها لكن بالأعداد اللي هو محتاجها وبدرجة حرارة 25 درجة، ده بالنسبة لأجهزة التكييف. كمان أيضا بلاش الإسراف في الزينات باللمبات المتوهجة، يعني اللمبات المتوهجة اللي هي 100 واط فأكتر دي الحقيقة دي كانت برضو نوع من لأنه ناس كتيرة بتعمل عناقيد من هذه اللمبات بطريقة غير مسؤولة وبطريقة توصيلات غير شرعية، ده بيشكل عبء على الشبكة. أيضا هناك كان تنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف الحملات فيما يتعلق بمكافحة السرقات ومكافحة الزينات الغير مرخصة، لأن اللي عايز يعمل زينة تكون على حسابه ويشوف يعني يتصل بشرطة الكهرباء أو بإدارات الكهرباء القريبة منه علشان يدفع. طب ومن يخالف ذلك يعاقب؟ طبعا بيقع تحت طائلة القانون، لأنه زي ما قلت إنه التنسيق مستمر مع شرطة الكهرباء من ناحية فيما يتعلق بالأهالي، ومع شرطة المرافق فيما يتعلق بعمالة الإنارة والوصلات الغير قانونية منه. فده طبعا ده موجود. كمان ما تنساش انه من ضمن الاستعدادات لشهر رمضان كان هناك تنسيق مع وزارة البترول لمحاولة لزيادة كميات الوقود علشان المحطات تدي قدرات إضافية. كان هناك أيضا جهود من الوزارة لإنجاز أعمال الصيانة في محطات توليد الكهرباء اللي كان بتعمل لها صيانات علشان برضو تدخل الخدمة وتضيف قدرات. كل الجهود دي الحقيقة كانت بتتم في يعني على التوازي علشان يعني ان الشهر الكريم ان شاء الله يمر بسلام. وفي محطات بدأ طبعا احنا دخلنا، احنا كنا وعدنا من اكتر من شهر ونص ب 2400 ميجا وات، دخلنا منهم 500 ميجا من محطة بنها، دخلنا 1000 ميجا من محطة شمال الجيزة، والبقية شغالين فيها تدخل تباعا ان شاء الله، سواء بقى ابو قير والعين السخنة وشمال الجيزة الباقية الجزء الباقي كل ده.